السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المعلمة عدوية إسماعيل الخفاجي من مدرسة الديار الابتدائية. نكمل دروس الرياضيات للصف الأول الابتدائي. وصلنا الدرس الرابع من الفصل الثالث من كتاب النشاط، تكوين الأعداد والجمع حتى العشرة. التدريب الأول، وكون العدد 9 بطريقتين. طبعا احنا هواية عندنا طرق نكون بها العدد 9، بس هو هنا محدد لي طريقتين فقط. الطريقة الأولى هو نحسب هنا المثلثات، ايش قد عندي؟ 1 2 3 4، اكتب هنا 4. و كم مثلث عندي هنا؟ نحسب 1 2 3 4 5، اكتب هنا 5. اقراها جملة الجمع، 4 + 5 = 9. من جماعة 4 ويا هاي 5 صار عندي كلهن 9. نعم، هذه الطريقة الثانية، نحسب المربعات، 1 2 3، اكتب هنا 3. وكم مربع؟ 1 2 3 4 5 6، اكتب هنا 6. إذن أقرأ جملة الجمع، 3 + 6 = 9. وطرق أخرى كثيرة نكون منها العدد 9. التدريب الثاني، أضع العدد المناسب في المربع. هنا عندي مربع فارغ زائد مربع فارغ يساوي 10، أريد أكون 10. احنا ايضا تعلمنا عندنا طرق هواية نكون منها العدد 10، نختار منها كيفكم، يعني اي طريقة تردون تكتبوها، المهم تكون الاعداد صحيحة. اسهل طريقة ورأسا تجي على بالنا هي 5 + 5، نكتب 5 + 5، هذه اسهل واسرع طريقة تجي ببالنا. بعد نعم نقول مثلا 6 + ايش قد تصير؟ 10. نعم 4. وعندي 8 + 2، 7 + 3. نعم عندي 2، اريد تصير عندي 7. يلا طلعوا 2 بيديكم، ايش قد تضيفون للاثنين حتى يصير عندي 7؟ نعم احسنتم، 5. واكو طريقة ثانية اقدر اعرف بيها، انه اطلع 7 كلية باصابعي. نعم طلعوا 7 بايديكم، ضموا منها هاي الاثنين، لان هاي الاثنين هي مالتكم، ضموها هاي الاثنين، ايش قد بقى؟ نعم 5، اكتب 5. نعم احسنتم، هنا عندي 3، أريد أسويهن 8، إيش قد أضيف للثلاثة حتى يصير عندي 8؟ وكو طريقة أخرى، 8 نطلع 8 كليتها بيدينا، ضموا الثلاثة هاي مالتكم، إيش قد بقى؟ نعم 5، أحسنتم. نعم جينا ايضا على فقرة الجدول. احنا تعلمنا بالدرس السابق شلون اجمع عن طريق الجدول. هنا عندي اتخيل هنا عندي زائد، اكتب هنا زائد، حجمع العمود المنا كل رقم اجمعه ويا هذا واكتب هنا الناتج مالتها، كل واحدة قبالها. يلا 3 + 3، نعم 6، اكتبها هنا قبالها. هسه 4 ازيدها 3، نعم 7، اكتبها هنا. 5
زائد 3 نعم 8 6 زائد 3 9 نعم. انتهى درسنا لهذا اليوم، نلتقي إن شاء الله بدروس قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.